بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع المحاضرة الثالثة في سلسلة الإحياء في ثوبه الجديد، القسم الثالث مباحث فقهية مقاصدية. وكنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن فقه الحسبة أو فقه الدعوة إلى الله، وتحدثنا عن الآيات والأحاديث والآثار الدالة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم تحدثنا عن فقه الموازنات في الدعوة إلى الله، وتحدثنا عن شروط الداعي إلى الله عز وجل. في هذه المحاضرة نكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة، فنتحدث عن شروط الحسبة. نتحدث إذن عن شروط الحسبة، نتحدث عن الأمور التي يكون فيها الحسبة، الأمور التي يكون بها فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الآن الركن الثاني من أركان الاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما فيه الحسبة، ما هو الأمر الذي يكون فيه النهي عن المنكر. قال ما فيه الحسبة وهو كل منكر، يعني أول شيء يكون منكر، ثانيا أن يكون موجود في الحال، ثالثا أن يكون ظاهرا للداعية أو المحتسب من غير تجسس، أربعة أن يكون معلوما كونه منكرا من غير اجتهاد. فأربع أمور، أربع شروط في الأمر الذي يجوز لي أن أنهى عنه. الأمر الأول أن يكون منكرا، يعني منكر أن يكون محذور في الشرع سواء كان كبيرة أو صغيرة. فيقول لا تختص الحسبة في النهي عن الكبائر كشرب الخمر والزنا وما غير إلى غير ذلك، بل يتبعها الصغائر ككشف العورة في الحمام، الخلوة في الأجنبية، النظر إلى الأجنبيات من غير محارم. هذه منكرات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، يجوز لي أن أنهى عن جميع المنكرات سواء كانت كبيرة أو صغيرة كونها علمت من الشرع أنها منكرة. الشرط الثاني أن يكون هذا المنكر موجودا في الحال، أما إذا كان قد فرغ منه فليس لي الاحتساب، لأن المنكر قد انقرض. كذلك ليس لي أن أحتسب على أمور متوقعة في المستقبل، لأن ليس لي سلطان، أنا لست دولة ولست سلطة، أنا داعي إلى الله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون هذا المنكر ظاهرا للمحتسب من غير تجسس، فكل من ستر نفسه في معصيته في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز لي أن أتجسس عليه. قال فمن أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه، لنعرف أهو قائم على مصلحة على معصية أو لا. أما مثلا لو أنه أغلق على بابه ولكن سمع صوت المنكر إلى الخارج، يعني عاملين حفلة راقصة فيها سكر وعربدة والأصوات طال على برا، فيجوز لنا الإنكار عليهم، لأن هذا مما فيه إشاعة للمنكر وإظهار له، وإن كانوا مقفلين على أنفسهم ذاك المكان. الشرط الرابع لما ينكر أن يكون المنكر معلوما من غير اجتهاد، فكل ما كان فيه وجهة نظر أو دليل بالإباحة أو شبهة إباحة فلا يجوز لي أن أنكر على الناس.
قال الغزالي: وفي هذه المسائل نوعان، ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب، وهي الأفعال التي تختلف فيها وجهة نظر الفقهاء، فلا يجوز لي أن أنكر على الناس فيها. فمثلا أشياء مباحة عند الشافعي حرام عند أبي حنيفة، لا أذهب على الناس وأحرمها. شيء مباح عند مالك مكروه عند مثلا الإمام أحمد بن حنبل، لا أنكر على الناس فيه، كون هناك مخرج للناس في ذلك. فمثلا يقول مثلا: ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية، وليس للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ غير المسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجال الاجتهاد. فهنا الإمام الغزالي يأمرنا أن نوسع صدورنا للاختلاف بين المسلمين، فلا ننكر على أمور يمكن أن يكون فيها مخرج لهذا الإنسان أو ذاك، وأن ألا نضيق ذرعا في الاختلافات المذهبية. ومن باب أولى الآن في هذا العصر الاختلافات في بين الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية، ألا نضيق ذرعا ببعضنا البعض، وأن نوسع صدرنا ولا نحمل النكير على الآخرين من غير ما أن يكون الأمر من المقطوع مقطوع العلم به. إذا قال هذا النوع الأول، ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب. قال النوع الثاني، ما لا يتصور أن يكون فيه مصيب إلا واحد، وهو مسائل العقيدة. فمثلا مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، الرأي الصواب واحد، المعتزلة مخطئون. مسألة القدر، أهل السنة هم الصواب وغيرهم الخطأ. مسألة العصمة لغير الأنبياء، المصيب فيه واحد وهم أهل السنة. ربما يقول بعصمة أهل البيت أو عصمة فلان أو علان، هذا باطل. كون الكلام هو القرآن هو كلام الله وهو غير مخلوق، المصيب واحد. نفي الصورة والجسمية والتحيز عن الله عز وجل، الله لا يحده زمان ولا مكان. كل من يتكلم بكلام يفيد التجسيم هذا خطأ، يجوز لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه. إذا كل ما علم فيه خطأ المخطئ فيه قطعا، لا يبقى لخطئه الذي هو فيه، فلي أن أحتسب عليه وأنذرا. كذلك البدع، الواقعون في البدع لي الحق في الاحتساب عليهم. ويقول الغزالي: ينبغي أن تحسم أبواب البدع وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق. يقول: وعلى الجملة، فالحسبة في البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات. ثم الغزالي يقسم المنكرات، يقول: هناك منكرات مكروهة ومنكرات محظورة. فإذا قلنا هذا منكر مكروه، فالاحتساب عليه مستحب، والسكوت عنه مكروه وليس حرام. شفت واحد يقع بمكروه، يفعل مكروه، الاحتساب عليه مستحب وليس واجب عليه. أما يقع في محرم، الاحتساب عليه واجب. قال: إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه، فيجب تذكيره بأن ما يقع فيه هو مكروه. أما إذا كان الذي يقوم به محرم قطعي كتركه الصلاة أو شربه الخمر، فهذا يكون الأمر فيه على الوجوب.